ماشي مغالي الاسعار. غالي الاسعار كمواطن معناتها نورمال، معناتها نخدم نروح في القطاع السياحي صحيح غاليه، مش بنقولش مش غالي مي لاباس، روح نهولوا فيها غاليه غاليه. البصل ب 2000 تقدير بمليون، والبصل 2000 حرت فيهم 2000 فرنك، قد ما تنقدير ب 70 دينار تي ما ب 15 دينار. ها عندنا في مرشي العريوه ها ما ثماش غاليه، هاي حكومه خي طيروا في الهواء شنو نجيبوا. الدول كلها كيكه تقاسي من غلاء الاسعار، صحيح ثم ركود من الحركه التجاريه صحيح ثم شويه، مي لاباس الحمد لله. المراكز هذوليك تهز 20,000 باش تقضي بيه، هي تراها غاليه. خاطر كان نعيشوا في فتره قبل بن علي كان مغطينا زوالي، عايشوا زوالي مي يسرق الفوق فهمتني، هي ترجع لنا احنا فهمتني. تو كيما نقولوا نخدم في القطاع السياحي، السياحه متضره من ايش؟ من الدخلاء كيما نقولوا غليت صحيح، في كل شيء غلى وكل شيء غلى في اي دوله في العالم، راهو كان مش في تونس هكاو. بالنسبه لل الزوالي ما عادش خالد حتى على ربع تو، انت زوالي انت هكا تصور انت، انا ولد بلاد، ولد بلاد العربي. اجا نقول لك على فكره تفضل بطاقه تعريف، انا ولد ماني ساحلي صحيح داكورد كنا نشي، اما باش يجي يقول لك هذايا راني ما عنديش لغه ريقتي يتهز في 500,000 في الشهر. إيش قداش حرس شهر تلقى عندك؟ 500,000 صار 800,000 منهم كريك ومنحي منهم بيك ومنحي شوية بشوية بشوية 500,000 عايش تو انت تخدم في التوريزم وتعرف. اسمعني الباركينج قداش تتصور انت في النهار؟ تصور شي 20,000 600,000 ابار ما تدبر راسك شنو، نكونوا واضحين. غلاء المعيشة ما عادش طماطم قداش طماطم؟ انا نحن توا حوار قدام قداش ما عندكش 2500 باش تاخذ طماطم؟ اي ما عندناش، ما فماش عباد عندها كوش وعندها حليب وعندها تربية. سامحني انت ما عندكش باش تاخذ كيلو طماطم ب 2500؟ انا صاحب تاع صغار فقط مش تاخذ كيلو، انا عندي اربعة اي مش ناخذ طل فقط مش تاخذ كيلو اي مش تاخذ طل. اما خويا صاحب اي غالية 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 العيشة غالية. ما تخسرش لروحك انت، تخسر كتوريزم تخدم لهنا في توريزم في 500,000 بالله سامحني باه غالي. يا بابا اخويا اسمعني اسمعني، انت راك تخدم في توريزم 500,000 في 25 دينار، عنده خمسة صغار وعنده أربعة صغار، يدخل ب 50,000 انت للمرشي تو تدخل ب 50,000 للمرشي، مش تاخذ منها الحم مش تاخذ منها التمر. 50,000 ما تكفيكش 50,000 دك كيلو الحم ب 26,000 كيلو سكالوب تو ولا ب 13,000 تو تحكي لي في الموضوع هذا صحيح ولا غلط؟ انت 50 وني 50 شوف قداش نقضي ونروحوا كل شيء 50,000 تو ولا ترجون دي بوش راهي تو 50,000 ارجون دي بوش صحيح ولا؟ اي انسان تو طابت ب 50,000 ارجون دي بوش منها باكو دخان وكذا كذا تلف تلقى روحك في جيبك 20,000 ما توصلش انت باش توصل تبدا تقضي باش تدخل انت تو سامح ناحي انت 50,000 اللي احكي لك عليها ثم شكون يخلص ب 25 دينار سامح ثم شكون لهنا يخلص ب 25 دينار 25 في النهار به 25,000 25 دينار هذه ما تحسبليش بالشهر احسب لك النهارات اللي ما يخلوشه باش ينصب احسب لك النهارات هذوكم اللي ما عندوش فيهم بقاين الخدمه به من باش يخلص هو كجوير هذاك اللي يخدم معاه عنده ماء عنده ضوء تو سامح اقل فاتوره نتاع ضوء ولت تجي 200 دينار صحيح ولا غال اقل فاتوره نتاع ماء تجي 200 دينار اللي يحكي لك هو على 25 200 دينار اش بيك مش كتشوف فيها تو قال لك شنو اسمي ستيف جاي من الكوكب اسمعني خويا اخي ثم فاتوره ب 200 دينار عندي فاتوره هاي جاتنا فاتوره ب 410,000 احنا سامح هذا راني قبل اي حاجه راني نخدم عادي مين تكلموا المنطق 410,000 شو بس ما نشوف شو شو منطقي ثم انا نحكي لك في حاجه منطقي والعباد كل هذه اللي تتفرج وين اللي قال لي ثم ثم انت قد ايش جاتك في الدار حمام اربع شنو ضو تفجت 410,000 بالرسمي نحكي لك جدنا 410,000 فرق ضو قدش عندك من شنو عن زوز سيمستريز ما خلص طماش 410,000 زوز سيمستريز اي 400 سامح بغض النظر خويا انت سامح اللي يحكي لك هو لسان سامح ها مش نحكوا بالمنطق انت تغطي 420 دينار خيني بهلوله شنو 24 دينار عندي حمام انا تجي قالوا لا تجي اي عندك غساله او عندك فريجيدير تو انت قلت زوالي تعرف شكون الزوالي تعرف شكون الزوالي شو شو صاحبي الزوالي ساعه انت 25 دينار لو كان نزك معايا صباح ما عندكش حق لا الحمد لله قد عرفت كيفاش تخدم روحك عرفت كيفاش ننظم حياتي مش لازمني كل يوم ناكل حم يا ولدي يا دي كاريا لهنا كاريا نزك تشوف الناس اللي ما عندهمش او عندنا في القلعه انا في حمام سوسه دقيقه نزك ترى العباد كيفاش مخك يتبلنت تقول يا ربي ملك الحمد تهو في حي الزهور امشي شوف كيفاش ثمانية يرقتوا في بيت هذوكم شكرا ربي سبحانه خلق اللباس بيه وخلق الضعيف يا خويا اعرف كيف تصرف عيد مش كل يوم يلزمني سامحني كيلو طماطم تقول لي غالي ماشي معاك
قداش كيلو طماطم؟ 5000 حطوا 5000 برحمه والدي. كل يوم باش تاخذ طماطم فما شكون عنده كوش، عنده كوش، عنده حليب، عنده كريم، عنده ماء، عنده ضوء، ب 25000 هذوما باش يخلصهم. تو انت قلت 25000 دقيقه يا صاحبي، اجي نكلمك. الواقع راهو التونسي لا ماق ياخذ في 400000 شهريه، ايجار الشرطه صرف 1,200,000. تخياني سوالي ونجيب في 8 صغار تلويش عاش يجيب عاد 8 صغار برحمه امك. هي صحيح المال والبنون زيد الحيط، شنو نجيب 8 صغار ومعايشهم في بيت ونجيك لي قدام نقول لك الكيلو طماطم ب 10000 وكيلو لحم 60 دينار؟ والله لا كليتو اللحم تو كوليسترول تيالك البدن. خذ حاجة، هو الحوت موجود، سردينة ب 3000. أنت تحكي لي على الحوت، برا شوف كيلو دجاج بقديش. قداش الدجاج؟ كيلو سكالوب بقديش؟ كيلو سكالوب تو ب 13000 تو صح، وب 14000. كل يوم ناكلوا سكالوب. هذه برشا حاجات، برشا حاجات. شوف أنت برشا حاجات. شكشوكة نتاعك ب 10000. رمضان ونحكيو على غالي المعيشة في رمضان. برا شيخ. إن شاء الله رمضان مبروك على الناس الكل، وإن شاء الله ربي يعطينا باللطف، وعيدكم مبروك. كيفاش يعطينا باللطف؟ علاش؟ شنو هو الاسعار؟ شنو هي الامور؟ شنو يعطينا اكيد يعطينا باللطف، اما علاش؟ ان شاء الله ربي يفرج علينا وعلى امة محمد. انا نجبدوا بالعظم نوصلوا نتسلفوا نوصلوا نرهنوا رواحنا شيكات كمبيالات هكا، وبعد الثوره كل شيء يتبدل. كيلو لحم 28 دينار، البطاطا تشوف فيها بقداش، فلفل طماطم ما عادش خالط حتى واحد، ما عادش ماكلين ولا بالرسمي والله والله العظيم. الدنيا غلات غلات وماشي تزيد، والشهريه مش قاعدين يزيدوا فيها على الاقل، كيما احنا مثال الخضره تغلى زيدونا في الشهريه على الاقل. الدنيا غلات والله، سكناتك زواوله والله. ونحب ان شاء الله كان هيك بعد الانتخابات يرخصوا الناس شويه ويشوفونا حال تونس. والله صاحبي ادخل المرشي وشوف العبيد كيفاش تعاني، وشوف بالرسم الجزار يوصل يذبح تلفت كيلو اللحم ب 26000 كيلو، برشا حاجات، برشا بطاطا، فلفل، طماط. شوفوا من النصاب هذوما فما شكون ما يستفتح، موسيل مورد في فلوس العباد. بالحق نحكي لك، شوف البلاد نسينسا سوسه هكا، شوف النهج انت. بالرسمي ادخل حتى اللحوم الشعبية. صحيح راهي المعيشة غالية، وصحيح راهو الدنيا غلات، فهمني؟ أما هذايا راهو احنا التوانسة اللي عملناه لرواحنا. من الأنانية متاعنا، من الحقد على بعضنا، من الاحتكار في بعضنا، هذاك طلع من هنا لآخر طلع منا. أبار أننا ما نحكيوش على الحكومات ونحكيو على الواحد، نحكيو في رواحنا أحنا كتوانسة. إذا كان أنت عندك فوسفات عنده قداش من عام، فهمني، أربع كعبات يحكموا في تونس كاملة، فهمني، يجيك اتحاد زاد يحكم فيك، هذاك هو الوضع باش يكون هكاك. الوضع عادي باش يكون هكاك إذا كان أحنا ما حبيناش الخير لرواحنا. احنا اللي ما حبيناش الخير لرواحنا، فهمني، جاتنا الفرصه اللي باش نبنيو رواحنا، لا نحبوا نقعدوا قاعدين في الادارات والناس تخلص، وتحب العباد اللي كان ياخذ في 500 يحب يولي ياخذ مليون، وكيف كيف قاعد ياخذ المليون ويخدمني، خذ المليون ويخدمني. تو تونس تولي لاباس عليه، والمعيشه بلي تغلى. اذا كان انت البرط نتاعك تغزر برط سوسه لهنا فارغ مش قاعد يصدر، بطبيعتك باش تلقى المعيشه غاليه، اليورو ب 3500، قداش كيفاش حب الواحد، برسك 70% من الواحد قاعدين نوردوا فيه احنا، ما نصدروش، حاله طبيعيه، اقعد هذاك اش يصير فيك؟ واذا كان باش نزيدوا نقعدوا باش يصير فينا اكثر من كيك، والمثل اللي قالته اثيوبيا، باش تخدموا على رواحكم ولا راكم باش توليوا كي تونس، اللي كنا احنا نقولوا باش نخدموا على رواحنا ولا باش نوليوا كاثيوبيا. تقلبت الموازين. نحكيو على المعيشة وعلى غلاء المعيشة، أنت تبيع في كعبة خس وتبيع في، كيفاش قاعدة تصرف؟ كيفاش تجيبها في رمضان؟ يعني نتسلف ونشري ورد نتاع الناس. تو كي ناخذ فلوس نتسلفها. نتسلف ونقضي شهري ونرجع فلوس الناس. باش نحطها في جيبي ونروح. غدو ما يعطينيش. وكي ناخذ من عندك أنت ستار على خويا. ناخذ من عندك انت مثلا 100 150 20000 نجي نبيع ورد راس مالي ونربح حوايج المقدر اللي بيه رب ونرجع فلوس الناس وليدي. باهي غاليه الدنيا؟ تا وليدي المعيشه تا غالي شويه بكري خي قبل قبل كان كل شيء رخيص، تا كل شيء خير، كل شيء لازم يطلب للمرشي تروح هكاك. عامله في طاولتك في رمضان؟ في طاولتك شو عامله في رمضان؟ طاولتي الموجود الموجود مره سلطه
وشوي شربة ونطيبوا شوي مكرونة صلصة وشوي مرقة ومرة كسكسي وكل مرة نوع تتعدى مو دايم ربي راه مش مازال فيه رمضان. كيف هو عندك سنتين ذهب يا حصة هذيك تو عندها 50 سنة مركبتها اللي كنت في شبابي أما تو حتى سنين تو واش بيك تبارك الله عليك ما عادش مشكلة قبلك العينين أخضر والخدود أحمر والسنة ذهب جبدة جبدة لك الشعرات وترجع لتيفة وحنا في القديم وحنا كما قال فيها والحنا صار في اليدين وكحل وسويك يا نعيم وربي يحيينا بخير.